أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشرت هذه الأيام فتوى لأحد طلبة العلم يفتي فيها بجواز الذهاب للسحرة لفك السحر، وقد حصل من فتواه هذه قطيعة أرحم بين الناس وتدمير لأسر، فما توجيهكم؟ وهل الذهاب إلى الساحر كفر مخرج من الملة أم فيه تفصيل؟ هذا سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب، يعني بعد يمكن 3 أبيات أو أقل، الدرس القادم إن شاء الله. نعم.